بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن التشخيص والفحص عند البنات الصغار في البلوغ المبكر عند البنات الصغار. ابتداء الفحص يختلف من عمر لآخر، فإذا كانت الطفلة مثلا صغيرة جدا نقوم بفحصها وهي في حضن أمها، وأيضا الفحص هو يعني بالعين المجردة يكون، قد يكون في ملاحظات مثلا لون السائل الموجود في المهبل هل هو متغير أو شكله تغير أو له رائحة معينة، أيضا مراقبة فتحة المهبل إذا كانت طبيعية شكلها من الشكل من ناحية الهندسة الشكلية الخارجية. أيضا يجب أن نطمن الأم بأن الفحص آمن وغير مضر للطفلة، غير عن الأشعة الثانية ممكن تسبب أضرار للطفلة، ولا خوفا أبدا من فقدان يعني عذرية الطفلة إذا حصل فحص بسيط في المنطقة، لأن الفحص هذا ممكن يسبب لنا يأكد لنا بعض المعلومات المهمة، ممكن نكتشف فيه بعض الأورام أو السرطانات. فيعني عذرية البنت غير مهمة إذا كان اكتشاف سرطان في هذه المنطقة في المهبل مثلا أو في منطقة المبيض، يعني من الضروري الفحص الدقيق جدا. وإذا كان مثلا البنت راح تضحي بعذريتها مقابل التأكد من السرطانات أو الأورام، يعني هذا من الممكن حدوثه كثيرا في بعض الحالات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.